صباح الخير واهلا وسهلا بكم طبعا وبضيفنا الناشر الاستاذ ستار محسن علي صاحب دار ومكتبة سطور. احنا اليوم راح نحكي بصراحة عن موضوع في غاية الأهمية اللي هو يعني التحديات اللي تواجه يعني النشر في العراق او ربما يعني دور النشر في العراق. العراق ربما الحقيقة يعني عنده علاقة بالطباعة وبالنشر قديمة يعني بحسب الآثارين يقولون إنه هذه تمتد لحدود 5000 سنة يعني من بدأت يعني صناعة الرقم الطينية اللي هي كانت يعني أول دالة على الطباعة يعني في البلد. خلي نبدأ يعني بعد 2003 ربما أساس ستار يعني كيف كانت البدايات؟ شنو التحديات يعني التي تواجهكم أنتم كناشرين؟ طبعا شكرا لوزارة الثقافة وللبيت الثقافي في أربيل وشكرا لك أستاذ أزمر، وأعتبر هذا اللقاء وهذه الحلقة جزء من مشروعنا في الترويج للكتاب ولأهمية الكتاب. طبعا الكل يعرف أن الكتاب هو توثيق للأفكار، ولولا الكتاب لما استطاعت العلوم بمختلف اختصاصاتها أن تتطور وتستمر باعتبار الكتاب مصدر أساسي من مصادر المعرفة. طبعا الكل يعلم أن الكتاب قبل 2003 شيء وبعد 2003 شيء آخر على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي. قبل 2003 كان الكتاب يخضع إلى سلطة، إلى حزب، إلى شخص معين. بعد 2003 تحرر الكتاب من كل القيود اللي كانت قبله، وأهمها مشاركة دور النشر العراقية التي أنشئت بعد هذا التاريخ في المعارض العربية، وأصبح القارئ العربي قريب من النتاج العراقي. طبعا هذه القضية إلها مساوئها وإلها حسنات. أبرز الحسنات مثل ما قلنا هو تحرر الكتاب وتحرك، وأهم المساوئ أنه المؤسسات المعنية في دعم الثقافة سحبت إيدها بشكل تام، بحيث أصبحنا نحن الناشرين العراقيين بمواجهة الكثير من المصاعب التي سنتحدث عنها بشكل تفصيلي. الكاتب العراقي استطاع أن يؤكد حضوره عربياً، والتجوال في أي معرض عربي يجد أن الكاتب العراقي حاضر في كل دار نشر عربية من القاهرة إلى بغداد ومن البصرة إلى تطوان، وعند نتاج أكد حضوره على صعيد الرواية، على صعيد الشعر، على صعيد الدراسات بكل أشكالها، والعناوين العراق لكل الكتاب العراقيين حققت جوائز عربية، ولا مجال لذكر الشخصيات اللي استطاعت أن تأكد هذا الحضور. المشكلة اللي ردت
أركز عليها في هذا اللقاء، أن دور النشر العراقية الآن في ظل ظروف صحية وظروف اقتصادية وظروف سياسية، ويعني القضايا قضايا نقل انتقال كتاب من بغداد إلى بقية المدن، ما أريد أتحدث عنها بقدر ما أريد أتحدث عن مسألة مهمة، دور الدولة العراقية في دعم الكتاب وفي دعم دور النشر العراقية. طبعا أكو قضية مهمة جدا، إذا أردت أن تدمر بلدا دمر الثقافة، وإذا أردت أن تنعش بلدا فنعش الثقافة. الثقافة هي الذاكرة، هي هو العراق، يعني العراق الآن العراق ثقافي، أقصد من خلال الآثار، من خلال الرقم الطينية اللي أشار إلها، من خلال يعني أي واحد يسافر برا يعني يجي قلقامش وأور وبابل و إلى آخره، ما يقولون فلان رئيس كذا، ما يقولون شقد عندهم مليارديرية، شقد أكو شركات عملاقة، من يذكرون باريس يقولون برج إيفل، يقولون اللوفر، يقولون كنيسة نوتردام أو يعني مركز بومبيدو للثقافي هذا اللي الشاهق أبو. فالإرهابيين بكل صنوفهم بكل أطيافهم السابقون واللاحقون اللي دا يعيشون بيناتنا واللي كذا، عرفوا وين يشتغلون، اشتغلوا على الثقافة ولا زالوا يشتغلون على الثقافة. يعني طبعا جدا اشكرك استاذ ستار، ما ادري الشباب اذا احد عنده سؤال يعني تفضلي. ايوه اشكرك جدا استاذ على وقتك اللي تفهمين اللي برات بي ان مثلا، يعني انا عندي شويه هم تعليق هم استفسارات. يعني انت تقول بانه اني ابحث عن عناوين رنانه مثلا، زين مثلا هذا كتابكم اللي نزل اخر فتره، يمكن نزل الاسبوع الماضي، اللي هو الموصل بين الاحتلالين. الاسم هو نيك نيم، وانا ما راح اسال عليه بصراحه حتى نحفظ هويه الكاتب. زين هذا ما قدرتوا تسوون تعاون مع الدوائر الامنيه بالعراق حتى تنشرون هذا الكتاب؟ هو كلش مهم، يوثق المرحله كلش خطرة وحساسة بتاريخ الموصل. يعني يمكن لو الكاتب مقترح هذا الاقتراح أو دار النشر أنه تتعاون مع مؤسسات عسكرية أمنية، على اعتبار أنه هي يمسها الموضوع شوية، يمكن كان حصلت شيء. يعني مو دائما وزارة الثقافة هي الحل، أكو وزارات أخرى كلش يعني تكون مستمتعة بهذا الشيء. وأنا شكرا. شكرا لك وشكرا لي حديثك اللي أثار أكثر من موضوع. الموضوع الأهم إنه واللي أشرت إليه إنه لا نعول على الحكومة أو لا نعول عن دولة، يعني في ظل ظرف العراق وعدم وجود مؤسسات أشرت إليها غير حكومية ممكن أن تساهم في تعضيد النشر، يعني ما عدنا. هي هاي المشكله، احنا ما نظام اوروبي، يعني احنا ما عدنا. انت تتحدثين عن بلد نموذجي وكانت تجربه متواضعه في البصره مع اتحاد ادباء البصره، الا انها تجربه خجوله وإدت بفتره قياسيه ما تتجاوز 6 شهور. يعني ما أخفيت سر أنه إحنا استنفذنا كل إمكانياتنا في الاستعانة بهيج مؤسسات لا حكومية، وبالنتيجة ما حصلنا شيء. القضية الأخرى
انه احنا قد نقدر نساهم في مساعدة الشباب وتقديم خدمة لهم. دور النشر مؤسسات ربحية يا صديقي، ليست مؤسسات خدمية. طبعا هذا ما يمنع انه مدير الدار او صاحب الدار يمتلك جزء من الثقافة ويتمتع بالتصاق بمصير بلده ويساهم مساهمات إضافية. أنا من دعاة الرقابة. إحنا أصحاب دور النشر نمارس رقابة ذاتية، كل واحد يشتغل بموجب أصله، بموجب وعيه، بموجب فكره. يعني أنا ما أطبع كتاب يدعو للعنصرية، ما أطبع كتاب يدعو للطائفية، ما أطبع كتاب يسيء إلى بلدي. طبعا أنا قمت معارض كثيرة في العراق، من أقصى مدينة في كردستان إلى أبعد مدينة بالجنوب، وأقمت مهرجانات قراءة وزعت بها عشرات الآلاف من الكتب بمساهمة دور نشر عراقية. بحصيبة على الحدود العراقية السورية أقمت مهرجان قراءة وزعنا. المهم أريد الرقابة الموضوعية، الرقابة اللي تركز على المحتوى للنتاج. هذا النتاج راح يكون في يد قارئ عربي يستمتع به، مثل ما نحن الآن نقرأ للطاهر والطار، نقرأ للطاهر بن جلون، نقرأ لحنة مينة، نقرأ لنجيب محفوظ، لإحسان عبد القدوس، لأحلام مستغانمي، لي 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 لي، ونشعر بالمتعة. احنا الناشرين العراقيين اللي يشعرون بالمسؤولية لازم يفكر بهالشكل، انه هذا النتاج لازم يرفع الراس. من يجي قارئ عربي ويدور وين دور النشر العراقية، اوه لا، نتاجهم قوي مفيد. ولذلك كانت مبيعاتنا في معرض القاهرة الأخير إيجابية وكل الزينة. يعني خابرني المحاسب قال لي أبو بلال نفذت كل الطبعات، نفذت كل الطبعات. بكيت من الفرح، ما فكرت بالربح يا أبو بلال، فكرت إنه أنا الكتاب اللي اختاريته عجب الآخر، بالضبط مثلكم أنتم يعني كناس، يعني تحبون أنه يعني واحد يردد كلماتكم، ينعجب بشخصياتكم. هاي مسألة بها نوع من النرجسية الإيجابية. صحيح. شكرا أستاذ أبو بلال، شكرا لكم عيني، شكرا جزيلا. وحقيقة كانت يعني استفادينا كثيرا من الأستاذ ستار، يعني هذه المعلومات القيمة والتجربة المتميزة يعني في دار النشر.